صباح الهنا والسعادة على حضراتكم جميعا في كل مكان في العالم، وحلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهل. يا رب كده تبقى كل أخبارنا وكمان ضيوفنا إن شاء الله يكونوا ينالوا إعجاب حضراتكم. صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليكي وصباح الفل على حضراتكم سيدات والسادة مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. حلقة جديدة من عشرة الصبح في الأهلي، وبطبيعة الحال ده دايما معناه إن إحنا معانا لحضراتكم مجموعة كبيرة جدا من الأخبار الطازة زي ما بيقولوا، وموضوعات مهمة إن شاء الله هنتناقش مع حضراتكم فيها من خلال حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك. طيب قبل ما نبدا كده بس اخبارنا، خلينا نتكلم شويه كريم عن فكره هنا الرياضه، وفكره مين من الناس وانت صغير كان او بطل رياضي مثلا بيحسسك انه او بيشجعك على ان انت تمارس رياضه. الموضوع مهم لان مش كل الناس عندها الشغف ده. في ناس بتتخلق بتحب الرياضه ورياضيين حتى لو مش بيمارسوا على المستوى الاحترافي، في ناس ثانيه بتحب تروح الجيم، وفي ناس بقى اللي احنا اللي هي حالتنا يعني فين وفين لما يحس انه تخن شويه يروح الجيم شويه، يعمل دايت شويه، يهتم بصحته شويه. بس واحنا صغيرين بيبقى فيه نماذج كده او رموز معينه بيلعبوا في اي رياضه يعني كانت بيشجعوك على ممارسه الرياضه. واقول لك على حاجه، انا مثلا عشان كنت بلعب تنس من وانا صغيره، فانا كنت بحب جدا سيرينا ويليامز. طبعا لاعبه التنس طبعا الامريكيه المحترفه. انا زمن التنس الجميل. بالظبط بالظبط، وقتها كان فعلا كمان على المستوى السيدات عالميا كان في كذا اسم وقتها من الناجحات جدا، ومارتينا نبراتيلوفا في المرحله الزمنيه دي من اسماء الرنان على فكره. الناس كتبوا تاريخ جديد للتنس في الزمن ده بالذات، كان هم المتسيدين الموقف ومتصدرين السوق. دي حقيقة. فده كان مثلا او دي كانت النماذج. انت كان مين وقتها؟ بصي يعني عادة بالذات في السن الصغيرة يعني مرحلة المدرسة مثلا، غالبا ما هتلاقي ان الاب او الام او هم الاثنين اللي بيشجعوا الاولاد. الرك بقى على ان الاولاد يتنحرروا فعلا. انا كنت من الاطفال اللي ما اتنحرروش للاسف، ودفعت ثمن ده غالي على فكرة. دي برضو رسالة مهمة جدا لكل اب وكل ام. يعني لو عندكم ابن او ابنه ملاحظين ان هم من الصنف اللي هو المكسل على طول، مش حابب فكره الالتزام في تمرينات رياضيه، لا لقلكم طريقه بشكل ما عشان تقدروا تقنعوهم، لان الحكايه دي بيترتب عليها نمط حياه صحي او غير صحي هيعيشوه الاطفال دول لما يكبروا. انا بتفق معاك جدا. فهي الفرصه من الاطفال وهم صغيرين فعلا ان احنا نمرنهم على ممارسه الرياضه، علشان بيبقى لايف ستايل بعد كده بتبقى عاده. لكن فكره ان احنا لما نكبر نبتدي نفهم اهميه الرياضه ونمارسها، بتهيألي بيبقى الموضوع برده مش سهل ابدا. خليني اقول لحضراتكم كمان، لو هنتكلم هنا عن مشاهير كنا بنتفرج عليهم او حببونا في الرياضه، فاحنا معانا كده زي تقرير برده، خلينا نروح نتابعه مع الناس ارائهم في الشارع ونرجع نكمل. صلاح طبعا كلنا بقينا مبهورين بصلاح واولادنا، وبقينا مجريين في كل حته علشان بحب لعبه ونفسي اكون زيه. محمد صلاح عشان يعني محبوب والناس كلها بتحبه. ابو تريكه محمد صلاح طبعا دول لا غبار عليهم، فبحبهم جدا طبعا، هم مثل ما شاء الله للناس كتير جدا. يعني في احسن واحد في الفتره الحاليه اللي انا بشوفه في لعبه التنس جوكوفيتش، ده مصنف الاول عالميا في لعبه التنس وواخد اكتر من جراند سلام، حوالي وصل ل 20 جراند سلام. نادال بيلعب تنس وبيشجعني جدا ان انا العب اللعبه دي عشان بحب لعبه ولعبه حلو يعني بحب اتفرج عليه. طبعا الكابتن محمود الخطيب الاسطوره واسطوره القرن كله، فمين ما يبقاش زيه. واتمنى حد من اولادي يكون نفس الموهبه دي. انا بحب كريستيانو عشان مهاراته وحكمه وهو بيلعب كويس جدا. كريستيانو شجعني ان انا العب كوره، حببني اصلا في الكوره نفسها. بحب اتفرج على رانيا علواني بتلعب سباحه وكده، والستايل بتاعها في السباحه تحفه بجد يعني بتشجعني كده. الكابتن نهلا سامح، شخصيتها في الملعب بتكون جامدة وبتشجعني شوية ان انا ابتدي اتفرج على ماتشات فولي والعب وكده. انا بحب قوي الكابتن حسام غالي عشان هو يعني ليدر قوي في الملعب وكده، وده بيشجعني ان انا اصلا ابدا كورة يعني كبنت وكده. معظمهم لعيبة كورة فعلا. معظم فعلا اللي كانوا بيشجعوا الناس لعيبة كورة، يمكن عشان دي الرياضة يعني الأكبر أو الأكثر شعبية في العالم كله. ولكن خليني أقول لك على حاجة، بما إن برضه فيه واحدة ذكرت سباحة عالمية، أنا برضه عايزة أقول لك إن وأنا لما كبرت شوية كانت رانيا علواني جد مش مجاملة والله العظيم. رانيا علواني كانت من النماذج اللي كنت ببص لها، اللي هو سيدة وقدرت إن هي تبقى بطلة سباحة مصرية وترفع اسم مصر في الخارج، وفي نفس الوقت كانت قدوة لبنات كتير جدا، لان احنا كنا وقتها في مصر ما عندناش ثقافه الرياضه النسائيه قوي. فهي جت غيرت الفكر ده، وكان في تحدي كبير جدا وناس كتير كانت ايه ده بنت وبطله ورفعت اسم مصر ونالت بطولات عالميه، كانت وقتها لو انت فاكر جديده. فانا بشوف رانيا علواني كمان من النماذج اللي كانت محترمه جدا زمان. دي برضو من ضمن مميزات لما الواحد يكون متميز في الرياضه ما او بطل يعني رياضي بشكل عام،
الى جانب النجاحات والامجاد الشخصيه اللي بيبنيها لنفسه، فكره ان هو ملهم للاخرين. دي بتفرق يعني كتير. وعلى فكره زي ما بيكون ملهم لشباب صغيرين او اطفال، ممكن كمان يكون ملهم لاولياء امور يحبوا يشوفوا ابنهم زي اللاعب الفلاني، او يحبوا يشوفوا بنتهم زي اللاعبه العلانيه، فاهم ازاي؟ هم ملهمين على كل الاصعده يعني. جميل. طيب احنا اكيد حابين نتكلم معاكم عن كمان حاله الجو. احنا الحقيقه بقالنا كام يوم مش فاهمين حاجه، يعني نتقل في اللبس الجو يحرر، نخفف في اللبس الجو يسقع، مش فاهمين الدنيا رايحه بينا على فين. ده عايز اقول لك بقى يا كريم كمان قبل ما نخش على درجات الحراره، الشبوره كانت مش طبيعيه الصبح. النهارده يمكن كل يوم كان في تحذير عن شبوره، النهارده الرؤيه منعدمه. انا كنت جايه من الشيخ زايد، الرؤيه منعدمه يعني شيء كان صعب بصراحه. انا عايز اقوله ان احنا من اول يوم الاحد كنا علقنا على القصه دي، وكان معانا مكالمه تليفونيه وقتها على ما اتذكر مع دكتور محمود شاهين، وقال ان خلاص ابتداء من المرحله اللي احنا فيها دي كل يوم الصبح في الصباح المبكر هيكون في شبوره كثيفه. حتى حذر، واحنا كمان يعني اكدنا على كلامه، حذرنا كل الناس اللي طبيعه اعمالها بتستدعي سفر مثلا او قياده لمسافات طويله على طرق مفتوحه، طرق صحراويه زراعيه دائري محور. فيعني كل الناس تخلي بالها من موضوع الشبوره ده، وربنا يسلم طريق الجميع ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نتعرف على درجات الحراره بالتفصيل من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. طيب ده بالنسبه لدرجات الحراره، اما بقى فيما يتعلق بتفاصيل الحاله الجويه المتوقعه ان شاء الله كام يوم جايين، احنا معانا على التليفون دكتور وحيد سعودي وهو خبير الارصاد والتحاليل الجويه. دكتور وحيد صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح النور، اهلا بسيادتك يا فندم. كله تمام؟ كله تمام يا فندم. الحمد لله يا رب دايما في احسن حال. دلوقتي يا فندم احنا وصلنا اهو لغايه يعني 5 يناير 2021، يعني المفروض يبقى مظاهر الجو الشتويه المعتاده تكون موجوده، وده لسه مش حاصل لغايه دلوقتي. هل ده او هل دي اشاره لان في مثلا تاخير نسبيا في الاجواء الشتويه المتوقعه؟ ولا طبعا حضرتك، ده مش مؤشر ان في تاخير بالنسبه لان فصل الشتاء بدا على فكره جغرافيا ومناخيا. يعني بدا جغرافيا يوم 21 ديسمبر حضرتك، ومناخيا ما فيش شك ان احنا في انخفاض في درجات الحراره، لكن من حين لاخر تقريبا كل 10 11 سنه في دوره الجو بيعيد فيها نفسه. يعني لو رجعنا ل 11 سنه تقريبا هنلاقي مثل هذه الاجواء اثرت على جمهوريه مصر العربيه. طبعا بيبقى الفيصل هنا هو التوزيعات الضغطيه سواء على سطح الارض او في طبقات الجو العليا، ومصادر الكتل الهوائيه المصاحبه لهذه التوزيعات. فاحنا ما زلنا تحت تاثير رياح ما بين الجنوبيه الى الجنوبيه الشرقيه قادمه من شبه الجزيره العربيه، وده اللي بيؤدي الى استمرار درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي ليها خلال هذا الوقت من العام. طب ده التفسير العلمي. طب دكتور وحيد معلش سؤال في نفس النقطه دي بس عشان قبل ما نكمل كلامنا مع حضرتك، يعني فكره تغير المناخ نتيجة عوامل مختلفة منها عوامل بشرية طبعا في المقام الأول إلى آخره، هل تغير المناخ نتج عنه تغير في طبيعة الفصول نفسها؟ يعني هل أصبح الشتاء أكثر قسوة من عن زمان؟ هل أصبح الصيف أكثر حرارة أو يعني أكثر سخونة من الصيف زمان؟ لا طبعا حضرتك، هو في طبعا بعض الشيء من التغيرات المناخية، يعني حسب قاعدة البيانات اللي أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف حضرتك، بتقول إن في ارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوي حوالي 6 من 10 درجة مئوية. طبعا دي تعتبر عالية جدا على فكرة، وبتؤدي إلى تغيرات جوهرية في التوزيعات الضغطية وعموما في حالة الجو. لكن طبعا هو الإنسان هو المؤثر الحقيقي للتغيرات مثل هذه التغيرات المناخية. طبعا احنا شايفين العوادم، السيارات، المصانع وما شابه ذلك حضرتك. لكن طبعا هو زي ما قلت لسيادتك ان احنا بدليل ان كل دول العالم بتطلع خرائط كل 6 ساعات عشان تعرف مصادر الكتل الهوائيه جايه منين، وبناء عليه تغير في نشراتها الجويه. فاحنا ما زلنا تحت تاثير رياح كلها جايه من شبه الجزيره العربيه، وللاسف يمكن في طبقات الجو العليا في مرتفع جوي، ده بدوره بيؤدي الى استقرار كامل في الاحوال الجويه والى ارتفاع طفيف في درجات الحراره فوق المعدل الطبيعي ليها، والى ظهور الشبوره المائيه الكثيفه والتي تصل الى حد الضباب. وطبعا هنا انا عايز كل الساده المشاهدين يعرفوا الفرق بين الشبوره والضباب. الشبوره معناها ان الرؤيه اقل من 5000 متر، اما الضباب اقل من 1000 متر، واحيانا الرؤيه فيه بتنعدم. وهنا بيبقى فيه طبعا تنشيط مع الادارات العامه للمرور طبعا ان هي مثلا بتغلق بعض الطرق
حفاظا على ارواح المسافرين على الطرق. الجو بصفه عامه شتوي معتدل او يميل للدفء خلال ساعات النهار وعلى النقيض اثناء الليل ما بين البارد وشديد البروده احيانا. صحيح. بنشكرك جدا دكتور وحيد، ويمكن النقطه اللي دكتور وحيد قالها في الاخر هي نقطه في غايه الاهميه، لان فكره هنا غلق الطرق ده فعلا بيحصل طريق الصحراوي والمحور بالتجربه دي الاسبوع اللي فات، والنهارده برده المحور كان مغلق طبعا، والصحراوي طريق الصحراوي كان مغلق، الطريق الوحيد اللي بيكون مفتوح هو الدائري. ولكن انا كنت بقول لكريم واحنا بنتابع الفيديو جراف بتاع درجات الحراره، بحكي له الناس كان بعض السلوكيات اللي موجوده رغم الشبوره وانعدام الرؤيه، ولكن كان في بعض يعني الميني باصز والحاجات اللي زي كده بتسوق بسرعه. انا عايز اقول لحضراتكم جنونيه، يعني انت مش شايف اي حاجه وبتعرض حياه المواطنين التانيين للخطر وبتعرض حياتك للخطر والناس اللي راكبين معاك المركبه، يعني فشيء في منتهى الاستهتار. عشان كده برجع واقول تاني يا كريم، في امور لا يمكن ان احنا نراهن على وعي المواطن فيها او عليها، لازم يكون في فعلا يعني كده زي ما بتقول ايه، هو في قانون بس يكون في بقى عقوبه. يعني انا عاجبني جدا موضوع الغرامه اللي كانت صدرت مؤخرا على موضوع الكمامه اللي هي 50 جنيه كده، هيبقى في التزام يعني. لكن بصراحه انت لو شفت المنظر والمشهد النهارده يعني حاجه مرعبه، انا شايفاه سريع اللي هو فيه ايه. انا شفت مشهد بقى اصعب بكتير من ده، وليه علاقه تحديدا باللي انت بتتكلمي فيه، بس انا مش فاكر الكلام ده كان يعني الشتاء اللي فات الشتاء اللي قبليه، انا مش فاكر يعني يا سنه يا سنتين فاتوا، وكان فيديو متداول في كل وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك وعلى يوتيوب الى اخره. كان على الطريق الصحراوي، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وكانت شبوره كثيفه جدا، وكان عربيه ميكروباص نفس اللي بتتكلمي عليه جاي بسرعه جنونيه. هو كان كده كده عربيات خابطه في بعض وواقفين على جنب، وفي حد كان بيصور اوكي، بس اللي كان بيصور ده بالصدفه سمع في صوت جاي من بعيد بسرعه جنونيه، فراح بالكاميرا بتاعته اتجاه الصوت اللي جاي، كان ميكروباص جاي. مش قادر اقول لك لما تشوفي لايف كده قدامك او يعني من خلال الفيديو، ميكروباص دخل يعني خبط في العربيات، كل عربيه طبعا بتخبط في اللي قدامها، وكان في وفيات في الحادثه دي. فانا يعني مش عارف ليه المنطق بيكون غايب في كتير من الاحيان عند ناس كتير شايفين الصوره قدامهم، يعني الحكايه مش محتاجه استنتاج، الصوره واضحه. وبعدين يعني دكتور وحيد كان بيقول لك ان الفرق بين الضباب والشبوره 5000 متر، الشبوره والضباب بيبقى 1000 متر، ده انت في بعض الاحيان ما تبقيش شايفه كبوت العربيه. لا لا لا، النهارده كان صعب جدا، كان في انا بس كنت بقول لكريم كان في انعدام للرؤيه، يعني بجد ما تشوفش قدامك 3 امتار، يعني حاجه كانت صعبه جدا. فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اقول لحضراتكم كنتوا شايفين النادي الاهلي دلوقتي او المحور بتاع يعني النادي حواليه على الشاشه، احنا شايفينه لايف اهو. الدنيا رايقه، لو ان حد من حضراتكم بيفكر يروح فرع الجزيره النادي الاهلي هيروح ان شاء الله بسلام وامان وفي زمن قياسي كمان، الدنيا رايقه الى حد ما. لو احنا ممكن نقول حاله مروريه، على فكره احنا شايفين كوبري 15 مايو كوبري 6 اكتوبر، انا ممكن اقف لكم في الزاويه دي واقول لك اللي بيحصل القادم من منطقه المهندسين وبولاء الدنيا ماشيه. احنا مش محتاجين مراسلين نعمل احنا الحاله المروريه، بس خليني برضو اقول لحضراتكم وفي الفاصل يعني كان في بعض التفاعلات الجميله اللي انا وكريم دايما بنكون سعداء ان حضراتكم بتتفاعلوا معانا بشكل كبير. يعني حد كان بعت يا كريم بيتحدث تحديدا عن موضوع الشبوره وغيره، بيقول يعني بما معناه انا هلخص التويتر لانها طويله شويه، وبيتكلم من نقطه مهمه جدا ان احنا دايما نوعي الناس عليها فكره الشبوره، لان حوادث كتيره جدا بتحصل، وابن عمه بيحكي لي ان هو عمل حادثه السنه اللي فاتت بسبب الشبوره ورجله يعني كان فيها زي كسر بشكل لحد دلوقتي، بيقول ان هو ما بيمشيش بشكل سليم. يعني كان بيحكي لنا هذا الموقف، فالواحد مش مستحمل الموضوع ان هو يستهتر بحياته او بصحته او بحياه زي ما قلنا اللي حواليه. فبعد اذن حضراتكم بعد إذن يا ريت نخلي بالنا شويه، يعني فكره برضو انك توصل اسرع مش يعني وبعدين يعني بعد ما توصل اسرع انت كده هتبقى خلاص، يعني يعني ايه 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 الهدف ان حضرتك تسرع وتعرض حياتك للخطر عشان توصل فين؟ يعني حتى لو مقر عملك الناس كلها بتبقى متفاهمه، المديرين بتوع الاماكن ومقرات الاعمال بتبقى فاهمه ان في شبوره، فطبيعي ان ممكن الموظف يوصل متاخر. يعني اتمنى من حضراتكم بس توخي الحذر يا ريت. في ناس نمط سواقتهم كده، يعني في شبوره الدنيا بتمطر الجو حر الدنيا برد مش فارقه كتير، في كل الاحوال تلاقيهم ماشيين في الشوارع على طريقه الفورمولا 1 يعني. فوالله بكلمك بامانه، ما هو ده دي المصايب اللي بتحصل من هنا. بعدين انت بتقولي يعرضوا حياتهم للخطر، عارفه لو حياتهم بس اقول لك ماشي، ده حياتهم وحياه ام لا اله الا الله اللي حواليهم. صح، في سلوكيات بالذات فيما يتعلق بمساله المرور وعبور المشاه والنوع ده من الامور برده من ضمن المصايب، مساله عبور المشاه دي قدام الطريق الدائري، انت متخيله العرض بتاع كل اتجاه من الاتجاهين عريض لاي درجه، متخيله السرعه اللي العربيه بتبقى ماشيه فيها، متخيله ان في اسر كامله بتعبر الطريق بالليل
يعني العربيات ممكن تبقى جايه بالسرعه دي مش شايفه حاجه اساسا، زائد لما يكون في شبوره واصله لمرحله ان حضرتك مش شايف طرف كبوت العربيه بتاعك. من البديهي ومن المنطقي عادي جدا ان انت بتقلل السرعه. الناس مش هقول لك تبقى انت عارفه الارشادات اللي المفروض تتبعيها في الظروف المشابهه والفوج لايتس والفلاشر يا ستي امشي عادي، بس ايه دي يعني الناس اللي بتعمل كده دي بتعمل كده ليه؟ انا مش عارف يعني، انا مش عارفه بصراحه يعني. نقطه فعلا في غايه الاهميه، وبمناسبه بقى سريعا قبل ما نروح للخبر اللي بعد كده، قصه تعديه الطرق من مش من اماكن المخصصه ليها يعني المرور. عايز اقول لحضراتكم لو لا قدر الله في اسره او اي شخص مثلا اتخبط بالعربيه على سبيل المثال على الطريق الدائري ده قانونا بقى، هو يعني اللي خبطه ما يتعاقبش. ليه بقى؟ لان هو غلطان يعني. هو اصلا بيعبر مش من المكان اللي المفروض يعبر منه، قانونا ممكن جدا في المحضر يكتب ان هو تردد وهو بيعدي، فهو اصلا الغلط هيبقى عليه. فيعني مفيش داعي ان حياه حضراتكم تروح هدر، وان يعني الدنيا مش مستاهله. نعدي من الاماكن بعد اذن حضراتكم، ونراعي قانون المرور في يعني في تصرفاتنا في حياتنا في قيادتنا للمركبات المختلفه. نروح بقى مع حضراتكم للخبر المهم دلوقتي، وطبعا الفريق الاول، ونتكلم من النهارده على استاد الاهلي والسلام اللي انا وكريم كنا يعني سعداء وتشرفنا ان احنا كنا من المذيعين يعني اللي افتتحوا هذا الاستاد الجميل. هيشهد مباراه الاهلي وسان ديب في اياب دور ال 32 ده بدوري ابطال افريقيا، هيكون الساعه 7 مساء. كلنا اكيد مستنيين الماتش ده. بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي اعلن بقى قائمه الفريق. قائمه زي ما هقول لحضراتكم هتكون كالتالي: علي لطفي، حمزه علاء، مصطفى شوبير، احمد رمضان، بيكم، محمد شكري، احمد نبيل كوكا، سعد سمير، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بنون، اليو ديانج، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، ومحمد مجدي قفشه، وعلي معلول، واحمد ياسر ريان، واكرم توفيق. كل التوفيق ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله على سلامه قفشه وكل لاعبينا يعني اللي كانوا عندهم اصابات، الحمد لله ان هم رجعوا بالسلامه. في ناس ممكن تشوف ان مباراه النهارده مباراه نسبيا يعني تعتبر سهله الى حد كبير، لو خدنا في الاعتبار طبعا ان احنا كانت النتيجه 1-0 في مباراه الذهاب على ارضيه ملعب ما يعلم بها الا ربنا، ف1-0 دي نوت باد في الظروف المشابهه. ولكن في ناس حتى وصل مرحله ان هي توقعاتها وصل لدرجه ان هيكون في غزاره تهديفيه في مباراه النهارده. اللي عايز اقوله ان الاهلي بصفه يعني خاصه دونا عن بقيه الفرق دايما، ودي مش حاجه جديده، فكره ان المباراه ايا كان الطرف الثاني فيها مين، ايا كان الخصم فيها هيكون مين، في كل الاحوال هي مباراه مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. في كل الاحوال هيلعبوا بنفس الروح المعتاده اللي احنا متعودين نشوف من خلالها لعيبه النادي الاهلي، فدي دي برده من ضمن السمات المميزه والمميزه جدا للنادي الاهلي الحقيقه. طبعا كمان عايزين اقول لكم ان يعني من ضمن الحاجات اللي عايزين نحكي لكم عليها ان التدريبات امبارح شهدت مشاركه محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدي قفشه واكرم توفيق ثلاثي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي شاركوا في المران الجماعي على ملعب التتش. طبعا ده حصل بعد ما اتحولت نتيجه المسحه الطبيه الخاصه بيهم من ايجابيه الى سلبيه الحمد لله، وطبعا ده حصل بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي. مره ثانيه كل التوفيق ان شاء الله، وزي ما كريم قال النقطه دي مهمه جدا. اعتقدش الاهلي بيلعب بروح اللي هو الخصم اللي قدامه قوي او ضعيفه، وبيلعب بروح واحده، بيبقى الهدف واحد، احنا عايزين نفوز. القصه كلها ان احنا مش عايزين نتعادل حتى او ان احنا نعدي ماتش وخلاص، احنا هدفنا دايما بيكون رقم واحد، وده على كل يعني على صعيد كل الرياضات مش بس كره القدم. طيب بما ان احنا بنتكلم بقى عن الفريق الاول، خلينا نروح لمقر اقامه الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي، ومراسلنا كريم احمد نعرف هناك الأجواء والكواليس ما قبل المباراة. كريم صبح عليك. أنا وكريم في البداية صباح الخير. صباح الخير عليك زميلتي العزيزة نهواندو، وصباح الخير على زميلي العزيز كريم، وكل التحية لمشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. هو الصوت بعيد شوية، أنا مش سامعك كويس يا كريم، أنت سامعنا كويس؟ أنا سامعكم كويس. لا أنا سامعكم كويس جدا. تمام، قبل ما نخش بقى على التفاصيل كده احكي لنا الأول الجو أخباره إيه عندك، الأجواء في النادي، وبعد كده قول لنا طبعا التفاصيل الأكتر عفوا عن مقر الفريق يعني، اتفضل. بالتأكيد طبعا يعني نقدر نقول لو نتكلم على الجو، شبورة طبعا أمر صعب جدا في البداية، لكن يعني نادي الأهلي وكل المباريات بيكون معسكر قبل المباراة بيوم، وده أمر مهم جدا لأن الشبورة كان صعبة جدا الصبح، لكن يعني أنت عارف الفندق قريب جدا من استاد الأهلي والسلام في منطقة التجمع، في شمس شوية، لكن يعني إن شاء الله بإذن الله بقى في موعد المباراة الساعة 7 مساء بإذن الله يكون الجو موفق وكل الظروف تكون مهيئة إن شاء الله لفريق النادي الأهلي. النهاردة عنده تحدي كبير وتحدي قوي جدا، الأهلي وسوني ديب بطل النيجر في إياب دور ال 32 النهاردة إن شاء الله 7 مساء
مساء على استاد الاهلي والسلام. يمكن زي ما انتم اتكلمتوا وذكرتوا القائمه وزي ما زميلي كريم كمان اتكلم، نظريا المباراه سهله بالنسبه لفارق القدرات الكبيره والفنيات وتاريخ النادي الاهلي، لكن ده كان تحذير كبير من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي لكل اللعيبه، لابد يكون في تركيز كبير في هذه المباراه، نحسم المباراه بدري، الفروقات كبيره جدا، لكن احنا كمان عندنا ظروف استثنائيه وعندنا لعيبه غايبه بشكل كبير جدا. النهارده يمكن تم اختيار 21 لاعب في القائمه، لكن على الجانب الاخر في اكتر من لاعب النهارده، يمكن السوليه بيغيب، مروان محسن بيغيب، رامي ربيعه، محمد هاني، الشناوي، جونيور اجاييه، جيرالدو، ناصر ماهر، عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي بيغيب عن هذه المباراه، لكن ان شاء الله كلنا ثقه في كل اللاعبين والجهاز الفني. بيتسو موسيماني ان شاء الله النهارده كمان يكون موفق في اختيار التشكيله الامثل ليخوض بها هذه المباراه. لكن من الاشياء المطمئنه واللي بنطمن بيها اكيد كل جمهور النادي الاهلي، وزي ما انت ذكرتي زميلتي نهاوند، على عوده اكتر من لاعب على راسهم اكرم توفيق وكهربا ومحمد مجدي قفشه وطاهر محمد طاهر، لكن انا بزود عليهم كمان رامي ربيعه كمان سلبيه المسح الحمد لله اطمن عليه بشكل كبير، ومحمد هاني، لكن بعضهم خلال الايام الماضيه عن التدريبات مش جاهزين طبعا فنيا وبدنيا، فكان قرار موفق اكيد من بيتسو موسيماني ان هم ما يكونوش متواجدين في قائمه هذه المباراه، لكن الامر الخاص به الكورونا امر مزعج اتكلمنا عليه اكتر من مره خلال الايام الماضيه، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تحافظ على نفسها خارج الملعب، ده الامر المهم داخل النادي الاهلي في كل الفروع وداخل ملعب مختار تتش الاجراءات الاحترازيه والوقائيه مشدده جدا، سواء من طبيب النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله اللي اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين واكد اكتر من مره على اتخاذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه بشكل كبير جدا، لان الفتره اللي جايه محتاجه جهود كل اللاعبين، عندنا مرحله مهمه جدا خلال الايام القادمه سواء مباراه في بطوله الدوري العام ثم كاس العالم بقى للانديه، الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. يمكن انا اخرج شويه عن مباراه اليوم، خلاص يمكن القائمه المبدئيه بعتت للفيفا لكاس العالم ماليه الانديه، لكن لسه القائمه هي تتعدل في طلب خاص من الفيفا يعني حاجه طبيه شامله، يعني قرار طبي شامل لكل اللاعبين، فان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي امور معوقه تعوق مسيره النادي الاهلي في هذه المباراه، 23 لاعب او 24 لاعب ليكونوا بقى في القائمه النهائيه ان شاء الله يكونوا سلام ونظهر بشكل كبير جدا، ومشرف بتنتظر جمهور النادي الاهلي هذه البطوله بشكل كبير جدا. لكن لو نرجع كمان النهارده لمباراه اليوم، احنا متواجدين في مقر النادي مقر فندق الاقامه اكيد لفريق النادي الاهلي النهارده، طبعا كل الامور بقى الاعتياديه، الفطار صباحا كان 9 صباحا، هكون بقى محاضره فنيه اخيره 3:30 ثم تحرك الى استاد الاهلي ويا السلام لاستقبال هذه المباراه الساعه 5 قبل المباراه بساعه ونص. ده كان طبعا الاجتماع الفني الاخير اللي حضره الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي، وايضا كمان العميد علاء صلاح مدير الامن النادي الاهلي، كلها امور خاصه طبعا بالوصول للاجراءات الاحترازيه الوقائيه اللي الزي طبعا اللي هيرتديه النادي الاهلي النهارده، هيرتدي النادي الاهلي زي التقليدي، وعلى الجانب الاخر ياسون ديب هيرتدي الازرق في الازرق في الابيض. يا رب ان شاء الله باذن الله كل الظروف تكون مهيئه لفريقنا النهارده، جمهور النادي الاهلي منتظر هذه المباراه اداء ونتيجه ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. انا معاكم لو في استفسارات. أعرف منك برضو يا كريم لو في حديث دار سمعته أو كنت حاضر بين موسيماني والفريق، هل في بعض مثلا الكواليس اللي ممكن أنت برضو تطلعنا عليها والجمهورنا يكون عارفها؟ تفضل. يمكن اقدر اقول لك طبعا كل الاحاديث الخاصه ببيتسو موسيماني واللاعب النادي الاهلي بتكون عقب كل وجبه، يعني وجبه الفطار بيكون في احاديث وبيكون في اجتماع، بعد الغداء بيكون في ايضا اجتماع، الحديث كله طبعا عن اهميه المرحله وان يكون في تركيز كبير في هذه المباراه. لعيبه النادي الاهلي يمكن اكيد عارف اهميه البطوله، احنا خلاص البطوله التاسعه انتهت، البطوله العاشره عايزين البطوله العاشره، وده اكيد بيبقى مطلب جماهيري لكل جمهور النادي الاهلي، لكن كل الاحاديث كلها بتصب في الفريق اهدار الفرص، ده كان امر اتكلم عليه بيتسو موسيماني مع لعيبه النادي الاهلي، لابد ان احنا نستغل في الفرص، مش هتجيلنا فرص كتير، الملعب كان سيء جدا في المباراه الاولى صحيح. لكن النهارده طبعا صحيح. ان شاء الله لعبتنا مع جوده الملعب الكبيره بالنسبه لمباراه الاهلي النهارده ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام، الارضيه مميزه جدا ان شاء الله تساعد بقى لعبتنا في خلق المساحات والجمل التكتيكيه اللي اشتغل عليها اكيد بيتسو موسيماني خلال الايام الماضيه. الحديث كله طبعا مع اللاعبين، سواء اللاعبين بعضها وبعض او الجهاز الفني، الكل طبعا بيتكلم على اهميه المباراه، ما بقاش في اي استهتار، ما بقاش في اي امور ان شاء الله باذن الله تساعدنا نعدي بقى المباراه دي، ننتظر بقى ان شاء الله المجموعات ان شاء الله، ويتبقى كل في النهارده ان شاء الله للنادي الاهلي في هذه المباراه طبعا. ويمكن كمان لو انت كنت متابع اكيد المؤتمرات الصحفيه اللي بتيجي بعد المباريات المختلفه بيتسو موسيماني، هو كان دائم التاكيد على فكره هنا ان الغيابات حتى مش مبرر ابدا لفكره هنا اللعب بمستوى مش يليق بمستوى الفريق الاهلي، فدايما بيكون حريص ان الاهلي بمن حضر، فيمكن في رسائل كتيره جدا برده هو بيكون حريص عليها ان هي توصل لجمهور الاهلي وفي نفس الوقت توصل للعيبة، فأعتقد دي برضو نقاط في غاية الأهمية.
بالتاكيد طبعا يعني زميلتي نهاوندي يمكن اقدر اقول لك احنا عندنا ظروف استثنائيه بالنسبه للغيابات، لكن احنا النادي الاهلي اي لعيب يرتدي قميص النادي الاهلي يكون متواجد هياخد دور في التشكيل، لابد يكون يقاتل على البطوله، يقاتل على المباراه، يطلع كل اللي عنده بلغه الكره، وده الامر اللي بيتكلم عليه بيتسو موسيماني. اه في ظروف عندنا وفي غيابات، لكن عندنا 30 لعيب او عندنا 25 لعيب جاهزين ان شاء الله لهذه المباراه وللمرحله بشكل عام. امر فيروس كورونا ده امر مزعج، ويمكن ذكرناه اكتر من مره لان الواحد ما بيبقاش عارف مين هيبقى موجود. الراجل كمان المدير الفني بيتسو موسيماني بيستعين بعدد من الناشئين. اه ممكن النهارده ما يبقاش في توظيف لعدد من اللعيبه، اللعيب النهارده ممكن يلعب في مكان غير مكانه، ما ينتجش الانتاج الكبير اللي بيرضي جمهور النادي الاهلي ويرضي الجهاز الفني، لكن ظروف استثنائيه اكيد على فريقنا، لكن مع الجديه والحماس وشخصيه النادي الاهلي الكبيره اللي بنتكلم عليها كل مره، ان شاء الله لعبتنا النهارده تكون على قدر المسؤوليه، ويتبقى بقى التوفيق باذن الله. النهارده في مباراه اليوم اهداف، المشكله مش اهداف، المشكله ان المباراه تعدي بسلام، ما يبقاش في اي اصابات، وان شاء الله ربنا يوفقنا في مباراه اليوم. احنا معانا سؤال السوشيال ميديا كريم بنطرحه على المشاهدين، بنقول لهم توقعاتكم لمباراه اليوم. خليني اسالك برده السؤال ده، قول لي توقعاتك للمباراه النهارده تنتهي كام؟ والله يعني اقدر اقول بالتركيز اللي انا شايفه بقى مع لعيبه النادي الاهلي ده النهارده ان شاء الله، يعني البدايه لو كانت موفقه لينا وقدرنا ان احنا ندخل الجيم بكل قوه، لا النهارده ممكن نشوف اهداف كبيره، لان الملعب النهارده بشكل كبير هيساعد لعيبه النادي الاهلي. الملعب لو كان جيد في المباراه الاولى مع احرزنا هدف في مباراه الذهاب في بطل النيجر طبعا، لكن النهارده ان شاء الله نتوقع عدد من الاهداف، لكن كل ده يتبقى في انطلاقتنا وبدايتنا ان شاء الله باذن الله تكون بدايه موفقه. اول ربع ساعه كده نقدر نحجز هدف واثنين وثلاثه، ويا رب ان شاء الله تنتهي نتيجه بنتيجه كبيره، يعني 3-4 ان شاء الله. انا متفائل كده، متوقع كده ان شاء الله باذن الله. باذن الله. مشكوره جدا زميلنا العزيز، واكيد التغطيه هتكون مستمره على قناه الاهلي حتى بعد الماتش باذن الله. شكرا ليك يا كريم جدا. طيب النتيجه هتكون 3-4، دي توقعات زميلنا العزيز كريم احمد. عايزين نعرف بقى حضراتكم توقعاتكم ايه فيما يتعلق بنتيجه مباراه النهارده، وان شاء الله طبعا كالعاده في الفقره الاخيره الجزء الاخير من حلقتنا النهارده هنقرا وهنحاول على قد ما ربنا يقدرنا نقرا الكم الاكبر من تعليقات وتوقعات حضراتكم. تعالوا بقى نروح على مراسلنا العزيز صاحب الوجه البشوش مينا ماهر الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، عشان نتابع معاه ايه اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي والفرق الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي. مينا صباح الخير عليك وكل سنه وانت طيب. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله يكون يوم مليان بالخير والتفاؤل على كل الناس. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل الساده المشاهدين بالف صحه وسلامه. وانت طيب يا مينا، وبتمنى لك كل الخير يا رب. قول لنا بقى ايه الاجواء الموجوده عندك في النادي الاهلي، ونسبه الحضور الاعضاء عامله ازاي، الوضع بشكل عام فيما يتعلق بالفرق الرياضيه المختلفه. خليني يا كريم في الاول ابدا بانا هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، عايز ابدا كلامي بالحديث عن الاجراءات الاحترازيه. بصراحه الاجراءات الاحترازيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره هنا مشدده للغايه، يمكن من دخولي لمقر النادي انا يعني مرورا ببوابات التطهير والتعقيم، يعني كمان افراد الامن في النادي عدم التخلص من الكمامه باي شكل من الاشكال، الا في حاله مثلا يعني الا في حاله مثلا يعني اعضاء كده، اجراءات احترازيه غير كده اجراءات احترازيه مشدده بالكامل. يمكن بقى اروح للحاله المروريه والطقس، يمكن الصبح كان في شبوره كثيفه جدا يمكن كلنا لاحظناها وخدنا بالنا منها، لكن ده يعني ما سببش يعني ازدحام كبير على محور 26 يوليو او على كوبري 6 اكتوبر. يمكن طريق المعتاد من مصر الجديده لنادي اهلي مقر الجزيره خد حوالي 20 دقيقه. قبل بقى ما اخش في الاخبار عن الفرق الرياضيه في النادي، عايز اتكلم عن مباراه اليوم. يمكن النهارده فريق النادي الاهلي في دور ال 32 هيقابل فريق سوني ديب بطل النيجر. يعني يمكن عايز اكلمكم شويه عن فريق سوني ديب. امبارح كنت في مقر اقامه الفريق، يمكن الاجواء هناك حماسيه، الفريق متحمس ان هو هيواجه النادي الاهلي، مبسوطين دايما بيشغلوا اغاني، دايما يعني مبسوطين وفخورين ان هم هيقدروا يواجهوا فريق النادي الاهلي. يمكن كان في تصريح لرئيس البعثه محمد صلاح شيجا كان بيقول ان فخر لكل لاعبي الفريق في الجيل الحالي ان هم يلعبوا فريق النادي الاهلي، وكمان انه يحكوا لاولادهم وعائلتهم ان هم في يوم من الايام جم القاهره ولعبوا فريق النادي الاهلي. يمكن كان معايا كان ليا تصريح مع محمد بشار المدير الفني لفريق سوني ديب، اللي سالته احساسك ايه وانت هتواجه بطل القرن الافريقي ورقم واحد في افريقيا، كان بيقول لي انه بكره ان شاء الله الحلم هيتحقق، وبالنسبه لي ان انا هواجه فريق النادي الاهلي، فريق كنت دايما بشوفه في التلفزيون، دايما بشوف مبارياته، لكن عمري ما كنت احلم ان انا الاعب فريق النادي الاهلي. سالته كمان عن التحضيرات
لمباراة اليوم، قال لي انه احنا دايما بنشوف النادي الاهلي في التلفزيون، لكن احنا دلوقتي خلاص بنواجه النادي الاهلي بالفعل، حاولنا ان احنا نستعد على قد ما نقدر. وكمان اشاد بالاجراءات الاحترازيه المشدده اللي كانت في تدريباتهم على ملعب مقر النادي الاهلي بمدينه نصر او امس على استاد الاهلي والسلام. دي بالنسبة لكواليس فريق سوني ديب. أما بقى استكمالا لأخبار فريق كرة بالنادي الأهلي، يعني يمكن أنا هنا خلفي في ملعب مختار التتش، يمكن وجود خبر صار أن وجود اللاعب كابتن محمد هاني وكابتن رامي ربيعة بعد طبعا تعافيهم من إصابة من فيروس كورونا، وكمان بيشاركهم كابتن محمد محمود وكابتن وولتر بوليا اللاعب المنضم حديثا لفريق النادي الأهلي. نروح بقى للفرقة الأخرى بالنادي الأهلي، يعني يمكن عندنا سلسلة من الانتصارات. نبدأ بناشئات الأهلي، 16 سنة حققوا فوز على فريق نادي الشمس بنتيجة 45-27 ضمن فعاليات بطولة منطقة القاهرة. وأيضا شباب سلة الأهلي 18 سنة حققوا فوز قوي جدا على نظيره فريق مدينة نصر نتيجة 81-20 ضمن فعاليات أيضا بطولة منطقة القاهرة. وناشئين يد الأهلي 2006 ألف فازوا على نادي الزمالك بنتيجة 28-14 ده ضمن فعاليات دور 32 من بطولة كأس مصر. وأيضا ناشئين بنات يد الأهلي 2006 ألف فازوا على نادي الزمالك أيضا بنتيجة 28-25 ضمن فعاليات بطولة الجمهورية. وأيضا بنات يد الأهلي 2006 ب فازوا على فريق نادي الطلبية بنتيجة 18-11 ضمن فعاليات بطولة الجمهورية. وأيضا بنات يد الأهلي 2002 حققوا فوز قوي جدا على فريق سموحة بنتيجة 26-23 ضمن فعاليات بطولة منطقة الجمهورية. استكمالا لسلسلة الانتصارات، أخيرا وليس أخيرا فريق طائرة الأهلي بنات حققوا فوز على وادي دجلة. بصراحة كانت مباراة قوية جدا، قدر النادي الأهلي أن يفوز بنتيجة 3-2 ضمن فعاليات بطولة منطقة القاهرة. دي كانت أخباري وكواليسي هنا مقر النادي الأهلي بالجزيرة. لو في أي استفسارات أو أسئلة أنا معاك يا كريم، معاك أنا هون. اللطيف انه وانت بتتكلم معانا وبتقول لنا الاخبار، كان الثلاثي اللي انت ذكرتهم يعني بيجروا الاحماءات. يا مينا ما تروح كده بالمايك يا مينا والكاميرا واخطف لنا كام لقاء كده، يا ده احنا شايفينك من عندنا يعني يا مينا. ده شرف ليا، ده شرف ليا طبعا. بس دلوقتي في وقت التدريبات وولتر بواليا ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد محمود. انت لو بصيت وراك هتشوفه بنت شخصيا. يعني برضو لو الزميل المصور يركز لنا كده عليهم ونشوف ايه الاوضاع يبقى شيء لطيف. احنا عايزين بس نعيش مع حضراتكم ومعاك يا مينا طبعا الاجواء كاننا موجودين دلوقتي، كان كل المشاهدين والجمهور بيتابعنا. بالظبط بالظبط، يجيب اللاعبين للساده المشاهدين عشان يبقى اسمنا تابعنا جزء من تمرينهم. برضو مستبعدين من القايمه، هم مستبعدين من قائمة فريق نادي الأهلي اليوم، ولكن التدريبات شغالة على قدم المستطرة مستمرة أكيد طبعا راحة. يعني يمكن كمان خبر صار لينا أن اللاعب كابتن محمد هاني وكابتن رامي ربيعة وصلوا التدريبات من جديد. جميل، يبقى احنا كده بنتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة، يعني كل المستجدات فيما يتعلق باللاعبين العائدين من الإصابة أو العائدين بعد فترة التوقف. وحاجة لطيفة جدا ان احنا نشوف معاكم الكلام ده لايف. احنا طبعا يا مينا بنشكرك شكرا جزيلا على كالعادة طبعا، اولا على بشاشة وجهك المعتادة، وثانيا على التفاصيل اللي كل مرة الحقيقة بتمدنا بيها في كل تقرير خاص بيك. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا مينا، واعتقد ان احنا بقى ممكن نستغل الموضوع ده بعد الهوا ونطلع النادي، صح كده؟ ممكن كده، دي تبقى فكره كويسه. طب احنا هنطلع فاصل سريع دلوقتي مع حضراتكم، لكن اخبارنا لسه ما خلصتش، فاصل سريع ونرجع نكمل. منظر كان رائع، منظر جميل حقيقي اللي حضراتكم كنتوا بتتابعوه دلوقتي، منظر مصر الحلوه او القاهره كمان تحديدا، وكمان من غير شبوره المنظر واضح وكلير كده جميل جدا. بص يعني بلدنا الواحد مش هيقعد يقول حاجه والله العظيم بجد، ربنا دايما كده يجعل ويكتب الخير للبلد دي حقيقي. الله طيب الله. احنا بقى بنتكلم كنا عن ماتش الاهلي وسون ديب، وكان سؤالنا لحضراتكم توقعاتكم ايه. خلينا برضو نعرف توقعات كابتن عادل مصطفى هو معانا دلوقتي على التليفون. يا كابتن صباح الخير على حضرتك في البدايه. صباح الخير عليكم، صباح الخير على صباح الخير جمهور الاهلي كله. الصوت بعيد جدا. صباح الخير عليكم وعلى جمهور الاهلي كله.
صباح الخير عليك يا كابتن. وكنا بنتكلم لو حضرتك سمعتني توقعات حضرتك في البدايه كده لماتش النهارده باذن الله يكون كام كام؟ لا هو احنا مفيش في الكوره كام كام، في الكوره الاداء كويس وصعود، وبعد كده كام كام يعني التوقعات يعني ممكن نسيبها للجمهور شويه هم اللي يتوقعوا. احنا بالنسبه لنا بيبقى اهم حاجه الاداء كويس واللعيبه تأدي بشكل كويس ويكون في اطمئنان للقادم، يعني يكون في ترسيخ لمكانه الاهلي في افريقيا وهو ده الاهم يعني. جميل. طيب الاهم النتيجه على قد ما قدم انك يعني تبعت رسائل من بدري ان 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 انا الصوت بالنسبه لي مش واضح يا جماعه، انا مش سامع كابتن عادل خالص. طيب كابتن عادل يا غايه لما نشوف نحل مشكله الصوت. طبعا اولا في البدايه بصبح على حضرتك كابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي السابق، صباح الفل عليك. صباح الفل. اهلا بيك ودايما منور، ده نور حضرتك ربنا يخليك، وان شاء الله نسعد بوجودك معانا بقى ان شاء الله لايف بقى كده معانا في الاستوديو باذن الله ان شاء الله قريب. طيب فنيا بقى كابتن عادل، يعني حضرتك قلت ان طبعا في كره القدم يعني خلي الجماهير هي اللي تتوقع، واحنا التوقعات خدت البعض من الجماهير لغزاره تهديفيه غير متوقعه، في ناس توقعت ان ممكن الماتش يخلص 7-9-0 وحاجات زي كده. فنيا بقى كابتن عادل، يعني فكره ان انت بتلاعب فريق تاريخه لا يقارن بتاريخك، فكره ان انت بتلاعب فريق يمكن خلفيته يعني مبهمه الى حد ما، هل دي امور بتاثر على اداء اللعيبه؟ هل بتاثر على توجيهات المدرب؟ ولا النادي الاهلي في كل الاحوال زي ما دايما بنقول وبناكد ملوش علاقه بحجم او بمدى قوه الفريق المنافس قد ما ليه علاقه بان الاهلي هيلعب بروح الفانيلا الحمراء وهيلعب بالاداء المتفق عليه وبالخطه المتفق عليها بغض النظر عن طبيعه الخصم؟ ده حقيقي طبعا. النادي الاهلي يعني ما بيبصش هو بيلعب مين، هو الاداء واحد في كل الاوقات، وبالذات لما تكون بتلعب بطوله افريقيا لازم ادائك يبقى طول الوقت مميز وادائك طول الوقت جيد، ولكن المباريات دي بتبقى ليها طابع خاص او ليها تفكير خاص عن او مختلف عند المدرب وعند اللعيبه كمان. ان المباريات دي هي بتبقى المباريات اللي انت تقدر تريح فيها اللعيبه، تقدر تشيل منها لعيبه بعينها بتلعب كتير تقدر تريحها من المباراه، تقدر يبقى المباراه دي يبقى فيها ناس ما بتاخدش كتير ماتشات تبدا تدخلها في الماتشات دي هي بتقدر ترجع لها الثقه تاني. الامور بتبقى الى حد ما اسهل شويه من الماتشات الاكبر من كده، ولكن التركيز فيها بيبقى عالي لان ممكن تلاقي حد بعيد ماتشات زي دي ترجعه تاني، ممكن يبقى حد ما بيلعبش بقاله فتره ويرجع على مباراه زي دي ترجعه او تفوقه بلغه الكوره بتخليه يرجع تاني بشكل جيد. فالمباراه ليها اهداف مختلفه عن غير ان النتيجه تبقى كام. طب برضه تفصيله ارضيه الملعب يا كابتن عادل، يعني طبعا ناس كتير جدا علقت على ان ربنا سترها من واسع زي ما بيقولوا في المباراه الذهاب، لان ارضيه الملعب كانت ما يعلم بها الا ربنا بالبلد دي كانت زي ما بيقولوا، وكانت النتيجه 1-0، وطبعا الكل متفائل طبعا بطبيعه الحال عشان ارضيه الملعب اللي هيتلعب او اللي هتتلعب عليه مباراه النهارده طبعا لا تقارن بارضيه الملعب في مباراه الذهاب، ولكن ما هي ارضيه الملعب ميزه للطرفين ولا ايه؟ لا هو بص خلينا نبقى عارفين والناس يعني معظم الجماهير عارفه ده، ان افريقيا الملاعب مش احسن حاجه، مش في كل البلاد الملاعب احسن حاجه طبعا. ممكن تلاقي بلاد ثانيه الملاعب كويسه وملاعب صحيح مشابهه لملاعبنا وده طبيعي. هو اللي مش طبيعي ان الملاعب بتبقى اقل شويه، حتى اللي ما عندوش ملاعب كويسه بيقلب نجيل صناعي عشان تبقى الامور فيها يبقى الامور متساويه شويه، لكن مش ده. احنا طول عمرنا في النادي الاهلي بتلعب تلعب ببطولات بره مصر، فافريقيا وارد جدا بتلعب ملاعب سيئه وده شيء طبيعي جدا، بدايه ان جوه الملعب السيء النادي الاهلي ادى بشكل كويس وعمل مباراه جيده وكسب اللقاء. فارضيه الملعب ما بتبقاش عائق للاعيب كتير، هو طبعا بتقلل شويه من سرعه الكوره بتقلل شويه من التفكير، ولكن بتزود نسبه معدل الاصابات في بعض الاحيان طبعا، وده شيء مفروغ منه، ولكن الانديه الكبيره بتلعب تحت اي ظروف، خلينا نتفق على ده. الانديه الكبيره حتى لو بتلعب فاينل في بطوله زي دي، الاهلي قبل كده لعب القطن الكاميروني ولعب فرق واخد ولعب ماتشات سوبر فاينل في ماتشات في ملاعب مشابهه لدي، ولكن مش يعني طبعا هي نقطه مهمه، لكن هي مش عائق بالذات للفرق الكبيره، الفرق الكبيره اللي عايزه تأدي في اي وقت بتأدي في اي جو، ولكن احنا هو الهدف الاهداف الاهم في المباراه النهارده ان الدوافع ايه؟ الدوافع عند ناس جديده او ناس ما بتاخدش بطريقه كامله في المباريات، تبدا تدخلها بشكل تدريجي، تبدا تديها النهارده مباراه تثبت ذاتها ان هي نفسيا بيعلي
بيعلي الروح المعنويه للعيبه البعيد اللي ترجع لما بيرجع على مباراه الى حد ما سهله بتبقى الامور شويه اسهل غير لما يدخل على مباراه صعبه. فدي اعتقد هي دي اهداف المباراه النهارده، اهداف المباراه ان انت تدخل على اللقاء تاخد منه احسن حاجه، مش شرط النتيجه على قد ما، لكن المهم فيه ان انت تكسب اكبر كم من اللعيبه. النهارده في لعيبه مريحه ودي حاجه كويسه، ما يبقاش برده ما يبقاش عليهم ضغط مباريات كتير طبعا. فاعتقد هو ده الهدف الاول النهارده، مش النتيجه على قد ما ان انت تدخل عناصر جديده، تدخل الملعب النهارده عناصر جديده تقدر تادي بشكل كويس يتناسب مع 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 الفتره اللي جايه ان شاء الله. الهدف طيب ده كابتن عادل يا حضرتك سامعني كده؟ انا سامعك الاول. انا الصوت ما كانش واضح قوي بالنسبه لي، معلش. انا كنت عايزه اروح مع حضرتك لنقطه حراسه المرمى، ومعلش هرجع تاني طبعا حضرتك بتتكلم عن فكره هنا الصعود والتكنيك، بس انا حابه ان انا كمان اتكلم على السكور. يعني ما اعتقدش ان دي حاجه مش ممكن احنا نتكلم عنها. يعني كابتن شريف عبد المنعم كان معانا قبل كده برضو، كان مباراه سابقه للاهلي وتحدث عن توقعاته للمباراه، فخلي دي بس في الاخر. انا عايزه اروح مع حضرتك هنا برضو النقطه مهمه جدا، حراسه المرمى. احنا عندنا دلوقتي غياب للشناوي برضو، فخلينا نعرف من حضرتك توقعاتك وحراسه المرمى ما بين صن ديب والاهلي. حراسه المرمى يعني لازم نبقى فاهمين ان حراسه المرمى لازم الحارس ياخد ماتشات كتير عشان يوصل لاعلى مستوى ليه. لما نيجي نتكلم على كل الحراس الكبار اللي وصلوا تاريخ كبير في مصر او في النادي الاهلي، اخد كم ماتشات كتير جدا عشان يبقى عنده الفورمه اللي هو وصل لها. لو جينا اتكلمنا عن الشناوي هنلاقي ان الشناوي كان موجود في الاهلي، لعب ماتشات مش كتير، خرج لعب لثلاث انديه، بعد كده رجع الاهلي تاني، رجع كان رقم ثلاثه وبعد كده بقى رقم اثنين. الظروف خدمته ان هو وصل بيلعب كاس عالم، بقى الحارس الاساسي في كاس العالم لمنتخب مصر. فالامور شويه فيها وقت، بالذات حراسه المرمى. حراسه المرمى ما ينفعش احكم بدري على حارس المرمى. الحضري ما بعد 2006 مختلف عن ما قبل. ما بعد 2006 عمل تاريخ كبير جدا، او قبلها مع النادي الاهلي في بدايته غير في النهايه. الحارس المرمى بالذات لازم ياخد وقت كبير جدا ان انت ياخد ثقه، بياخد كم مباريات، كم دقائق كتير جدا يلعبها. دي نقطه مهمه جدا لازم الناس تبقى فاهماها. فالشناوي ما وصلش اللي هو فيه ده. الشناوي ما شاء الله احسن حارس مرمى في مصر دلوقتي، ونقدر نقول في افريقيا كمان، بس ما وصلش لده من فراغ، وصل لده من كم مباراه متتاليه، كم خبرات كتير. بالذات كمان حراسه المرمى خبراتها بتيجي بعد فتره من اللعب، ما بتجيش مره واحده. حتى حراس المرمى الصغيرين بيبقى مميز، ولكن عنده كم خبرات عنده اقل شويه. طب حضرتك تتوقع حراس مرمى كويسة. تتوقع مصطفى شوبير ولا علي لطفي النهارده في حراسه المرمى؟ اعتقد هو الترتيب بيبقى علي لطفي، اعتقد هو اللي هيبدا اللقاء. علي لطفي برده خلينا نتفق ان النادي الاهلي لما اشترى علي لطفي اشترى علي لطفي ان هو كان بيأدي بشكل جيد جدا في الدوري الممتاز، علي من الحراس المميزه في الدوري. ولكن احنا عندنا مشكله، الجمهور بيحكم ان ممكن حارس المرمى يقعد فتره طويله ويجي يلعب مباراه ما يبقاش في التوب فورم بتاعته، وده طبيعي جدا ان حارس المرمى لازم يلعب كتير. ولكن خلينا نتفق ان علي لطفي لما دخل النادي الاهلي كان هو من العناصر المميزه اللي في الدوري. صحيح. ولو علي لطفي بيلعب في نادي تاني دلوقتي غير الاهلي هتلاقيه بيأدي بشكل كويس، وهتلاقي ان الاهلي عايز يشتريه. فاحنا حته حراسه المرمى محتاجه صبر قوي، محتاجه وقت ان احنا نقدر نحكم عليها. ولكن انا شايف حراسه الاهلي بخير. لو الشناوي مش موجود وعلي لطفي اخذ كام مباراه متتاليه اعتقد هيأدي بشكل كويس، وكمان اللاعب مصطفى شوبير ممكن كمان يأدي بشكل كويس. فالامور انا مش شايف فيها مشكله خالص، ده شيء طبيعي ان الحراس الكبار بياخدوا وقت كبير جدا، فالحارس الثاني بيبقى طبيعي بيبقى بيقعد فتره بعيد، فلما بيرجع ما بياخدش ما بيبقاش بالتوب فورم بتاعته. صحيح، دي نقطه صحيحه، فبياخد وقت يعني. طيب اخر حاجه بس، وبعيدا عن استوديو التحليلي وكابتن عادل مصطفى، انا هتكلم يعني كابتن عادل الاهلاوي، توقعات حضرتك لو حابب تقولها لنا النهارده من وجهه نظرك. لا، الاهلي ممكن يكسب، الاهلي هيكسب نتيجه كبيره. الارقام بالظبط مش عارف ايه، بس الاهلي هيأدي. الاهلي من سنتين كسب فريق في افريقيا برده 9، وده كان اكبر رقم احنا حققناه. فاعتقد
النهارده ممكن يبقى فيه سكور كبير، ولكن الرقم يعني ايه ما اعرفش، لكن ان شاء الله يبقى فيه سكور كبير ويكون فيه اداء كويس. حصل ده مع حضرتك انت شخصيا يا كابتن عادل. اولا انا بس عايز اكرر طلبي ان حضرتك ان شاء الله لازم تنورنا هنا في الاستوديو باذن الله في حلقه ان شاء الله قريب معاكم، ده انا بتشرف عشان اكيد عندك ذكريات جميله جدا مع النادي الاهلي، واكيد في مباريات يعني مميزه جدا ما تتنسيش. ممكن حضرتك حتى تدينا كده نبذه عن مباراه منهم ونستفيد في التفاصيل لما تيجي تشرفنا في الاستوديو ان شاء الله. ماتش ما يتنسيش في مشوارك مع النادي الاهلي يا كابتن عادل. انا عندي ماتشات كتير، ولكن هو ماتش كايزر تشيفز في بطوله افريقيا. بما اننا بنتكلم عن بطوله افريقيا، كان مباراه السوبر الافريقي بين كايزر تشيفز والاهلي سنه 2002، ودي المباراه اللي كسبناها 4-1 في استاد القاهره، ودي كانت من اهم مباراتي مع النادي الاهلي، ومن اكثر المباريات اللي ادارت جوه الملعب بشكل كويس من مستر مانويل جوزيه. دي اكتر حاجه، وان شاء الله موجود معاكم قريب ونتكلم معاكم. نسعد ونشرف بوجود حضرتك معانا كابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك، وكل سنه وانت طيب، وسعدنا وتشرفنا بوجودك معانا. عايز اقول لحضراتكم كم التوقعات فعلا، يعني زي ما كابتن عادل بيقول اللي هو يبقى فيه فوز بشكل كبير. يعني احنا طرحنا السؤال على السوشيال ميديا والناس بتتكلم كتير جدا من 7-0 و5 و6، يعني توقعات كلها اعتقد فوق الاربعه. ف انا وصل عندي التسعه. انت عندك برضو وصل التسعه؟ لا لا عظيم، بكلمك بجد. طب والله يا ريت. يعني انت كنت كاتبه السؤال على تويتر صح؟ طب اقرا لنا شويه تعليقات منه، وانا برضو ممكن اقرا شويه تعليقات من اللي حضراتكم بعتوها لنا على صفحتنا على على الفيسبوك. توقعات حضراتكم لمباراه اليوم بين الاهلي وسون ديب؟ يعني كانت ناس كاتبه مثلا مساله توقعات بس صادق الدعوات بفوز ساحق للاهلي، ان شاء الله 7-0، ان شاء الله 5-0، اقل من 5 انا هزعل. عارف هي يعني اقول لك كلها تقريبا حاجات فوق الاربع اجوال. انا هقول لك المميز عندي من ضمن الرسائل، في الاستاذ يسري عبده يقول ان شاء الله الاهلي هيعمل رقم قياسي وهيكون اكبر فوز في مباريات بطوله افريقيا، وسجل يا كريم ويا نهوان. واخد بالك؟ طبعا في النص بقى في ناس كتير بعت ارقام. ابراهيم حسين بيقول 3-0 ان شاء الله، اسامه طه الجبالي 4-0، احمد ابراهيم الطموح خده لما هو ابعد قال لك 6-0. لا مش للدرجه دي، قال لك 6 بس. برده من ضمن الرسائل المميزه محمد رمضان بيقول شكلها كده هتبقى مهرجان اهداف، 7-0 وانت طالع، وممكن 9-0. دي الرساله اللي بقول لك عليها. وعلى التوقعات في الاستوديو 2-0. انت انت قلت كام يا كريم لما سالتك في الاول؟ لا انا ما قلتش لسه. انت قلت 3 أو 4 ولا كان؟ لا ده كان الماتش اللي فات. كان الطموح واخدني. والله. طب انت هتقول توقعاتك ايه؟ ما كنتش واخد بالي من موضوع ارضيه الملعب انها كل الدرجات. اقول لك على حاجه، تعالى نعمل يعني مش رهان، نشوف مين توقعاته هتطلع صح والتاني يجيب هديه. حلو كده؟ بصي انا يعني ايه، هاخد من الطموح اللي موجود عند معظم الناس اللي بعتوا لنا رسائل، بس هقول 3، مش هوصل لستة وسبعة، هقول 3-0 وربنا يصلح الحال. ودايما خلي بالك في النوع ده من المباريات اكيد مهما كانت تبدو الصوره بالنسبه لك نموذجيه، لكن دايما في مساحه كافيه لوجود مفاجات. اتمنى ان المفاجاه اللي تحصل النهارده هي تكون بفوز مدوي للنادي الاهلي وبارقام وبغزاره هديفيه. انا اقول 3-1. عموما هي كلها ساعات، وهنتابع سوا ونشوف الدنيا هتاخدنا فين ان شاء الله. برضو يكون فوز اهلاوي باذن الله. ننتقل بقى مع حضراتكم لموضوع اخر، ومرحله هنا الاولى من رالي داكار جده اللي انهى فيه المتسابقين المركز الاول، كان من نصيب وقتها الاسباني كارلوس سينز، وحلف المركز الثاني ستيفن بيتر. خلينا نتابع جزء من هذا السباق ونرجع نكمل. خليني اقول لحضراتكم برضو عن رالي داكار اللي هو 2020، دي النسخه بتاعته ال 42، ومفروض ان المسافه بتاعته اللي بتبلغ يعني للمسار 7800 كيلومتر، وهتبدا زي ما شفنا من جده كمرحله اولى، وعدد الدول المشاركه فيه 62 دوله طبعا من 6 قارات حول العالم، فهو يعتبر رالي يعني او سباق طبعا ضخم جدا، وجمهوره جمهور ضخم كمان كل انحاء العالم تقريبا. طيب ناخد حضراتكم بقى مره ثانيه لملاعب كره القدم، والحقيقه ساعات بنشوف كلنا وبنشهد لقطات بتكون مميزه جدا وما تتنسيش، وبيحصل من خلالها ردود افعال غير متوقعه بالمره. الكلام ده حصل بحذافيره في مباراه في الدوري السوري، لما اضطر الحكم الدولي السوري محمد العبد الله الى ايقاف المباراه بعد ان شهدت الدقيقه 71 اقتحام احد المشجعين لارضيه الملعب. اللي حصل يعني كان رد فعل من المشجع بعد ما الحكم حسب هدف التعادل لفريق من الفريقين، وما كان الا ان واحد من المشجعين نزل واقتحم ارضيه الملعب وتوجه مباشره الى الحكم اللي احتسب الهدف، ويعني اداله بالشلوط كده زي ما بيقولوا بالبلدي. الحكم كان رد فعله لحظي ووقتي وفوري، ورد عليه بشلوط مماثل، وتم فض طبعا حاله الاشتباك. تعالوا نشوف مع حضراتكم اللقطات اللي حصلت دي ونرجع نكمل كلامنا.
طيب فيه برضو غرائب او غرائب زي ما بتقال في الملاعب بتحصل كتير جدا. الموضوع بتاعنا او الخبر اللي جاي عن سياره نقل موتى دي مفروض كانت محطوطه عشان تنقل مصابين المباراه. حصل ايه بقى؟ ده حصل في مصر على فكره بالمناسبه. تفاصيل ان مباراه الكوم الاحمر كانت امام البراجيل في الجوله الاولى من الدوري المصري لكره القدم الدرجه الرابعه. حصل فيها الاتي، هي واقعه غريبه زي ما احنا اكيد يعني دلوقتي متوقعين. خصصوا سياره نقل موتى لنقل اللاعبين المصابين اثناء المباراه. ده اللي كشفه رئيس لجنه المسابقات للقسم الرابع والناشئين صالح عبد الحميد لما قام بعمل كده، كان بيشوف شغله الراجل يعني وبيراقب المباراة، وراح يتفقد سيارة الإسعاف اللي هي المفروض بتكون مخصصة لنقل اللاعبين المصابين. اكتشف ان هو تم استبدال سيارة الإسعاف اللي هي بتبقى موجودة في اي مباراة بسيارة اخرى لنقل الموتى، وكان كمان داخلها تابوت يعني. يعني بسرعة طبعا المراقب يعني بدل ما اللاعب يروح يتعالج يروح يدفن في الحالة دي. بصراحة بسرعة طبعا المراقب المباراة قرر منح مهلة عشان توفير سيارة إسعاف أخرى قبل أن يقرر إلغاء المباراة. وأعتقد الموضوع يعني يمكن دلوقتي احنا بنحكيه هو أكيد يضحك، معلش باحترامي الشديد، بس طبعا غريبة. يعني تخيل أنت لاعب في الملعب تلاقي العربية دفن الموتى موجودة، يعني الموضوع يا جماعة كده صعب قوي الصراحة. طيب كمان الملاعب بتحصل فيها مشاهد يعني زي ما هي ساعات بتكون غريبه جدا، ساعات بتكون لطيفه جدا، ساعات بتكون في قمه الانسانيه. من فتره كان في مشهد لكلب اقتحم ملعب مباراه ضمن الجوله ال 23 من دوري الدرجه الاولى لكره القدم في بوليفيا، واخذ بين اسنانه حذاء واحد من اللاعبين، والكلب مشكورا قعد على جنب على العشب وابتدى يعضعض في حذاء هذا اللاعب لغايه لما استطاع احد اللاعبين ان هو يخرج الكلب خارج أرضية الملعب، وتم نقل هذا الكلب لأحد الملاجئ. اللطيف بقى أن اللاعب اللي أخرج الكلب قرر أنه يتبناه، وبالفعل هذا اللاعب بمجرد انتهاء المباراة راح على الملجأ اللي موجود فيه الكلب وتبنى الكلب بالفعل، وكانت طبعا لقطة من النوع اللي يعني ما بتتشافش كتير الحقيقة. تعالوا نشوف مع حضراتكم فيديو ونرجع نكمل. طيب نروح مع حضراتكم بقى نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية من مقر جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا العزيزة نورهان طمان. نورهان نصبح عليك في البداية، صباح الخير، وبقالك فترة مش معانا في 10 الصبح، أنا مبسوطين إن أنت رجعتي مرة تانية، صباح الخير عليك. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وانا طبعا سعيده جدا انا معاكم، وببقى سعيده دايما لما بكون معاكم. خلينا نقول لكم انه طبعا زي ما عودناكم النهارده هنقول لكم ابرز اخبار الاخبار الرياضيه الصادره صباح اليوم في المواقع والصحف، ولكن خلينا قبل ما نروح لاخبارنا نفكركم بابرز مبارياتنا اليوم او المباريات اللي هتقام اليوم، ويعني هتكون مختلفه شويه، هنقول لكم مباريات مختلفه شويه. الدوري الممتاز لكره السيدات كرة القدم للسيدات اللي احنا يعني يمكن بنتمنى في الفترة القادمة دعم كبير من جمهور الكرة بشكل عام في مصر وجمهور النادي الأهلي لأنسات مصر في طبعا تمثيلهم لمنتخب مصر بعيدا كمان عن الدوري المحلي. الساعة 2:30 في الأسبوع الثاني النهاردة كفر سعد هيواجه مركز شباب برجاية، ودلفي هيواجه صيد المحلة، والطيران هيواجه مركز شباب القلعة، والترام هيواجه وادي دجلة، والجونة هتواجه مركز شباب الأميرية، والمعادي واليختي هيواجه فريق البنك الأهلي، والهرم هيواجه مركز شباب أجا. دي كانت طبعا يعني ابرز مباريات اليوم. كمان خلينا نقول انه يمكن كان في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا بعض التعليقات اللي ما كانتش يعني بعض وصفها بالتنمر على لاعباتنا ولاعبات منتخب مصر، ولكن كمان على الناحيه الثانيه في دعم كبير جدا من شخصيات عامه كتير وفنانين ويعني اسماء كبيره جدا دعمت منتخب مصر للسيدات. نتمنى ان الدعم ده يستمر وان شاء الله الدوري الممتاز يعني يكمل بصورة منتظمة. نروح بقى لأبرز أخبارنا، والخبر الأول من جريدة اليوم السابع: وزير الرياضة يطلب من اتحاد الكرة تحقيقات منتخب الشباب. طلب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من اتحاد الكرة ومن لجنة تقصي الحقائق يعني إرسال التقرير الأخير للجنة بشأن الحدث طبعا اللي احنا كلنا يمكن تابعناه في الفترة الأخيرة، وهي مشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا في تونس أو عدم مشاركتهم وإصابة العديد من اللاعبين وعودتهم بلا مشاركة إلى مصر. الدكتور أشرف صبحي يعني ينتظر طبعا تقرير لجنة تقصي الحقائق، واللي يمكن أبرز
علمه إدانة الدكتور وليد منظور طبيب المنتخب في الأيام اللي طبعا سافر فيها المنتخب لتونس بشأن طبعا يعني عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاهتمام الكبير بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه كمان التقرير حمل المسؤولية الإدارية لدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة، بالإضافة إلى المدير الفني، واللي قال فيها أنه الاثنين ما قدروش يسيطروا بشكل كبير جدا على اللاعبين اللي يعني رغم صغر سنهم. ومن موقع اليوم السابع أيضا، منتخب اليد يواجه اليابان وديا استعدادا للمونديال. يواجه منتخب مصر لكرة اليد اليوم الساعة 6 إن شاء الله نظيره الياباني في مباراة ودية استعدادا لخوض مونديال اليد اللي طبعا بتستضيفه مصر في يناير الجاري، وتحديدا في 13 يناير، واللي هيكون طبعا ده التاريخ اللي هيبدأ به منتخبنا أولى مبارياته أمام تشيلي. كمان منتخب مصر هيواجه اليابان تاني وديا بعد بكرة، وده قبل ما يختتم استعداداته بمواجهة البرازيل يوم 8 من نفس الشهر. ومن الرياضية السعودية ونروح لأخبارنا العربية، 48 ساعة تعيد المعيوف والبليهي. ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعبان عبد الله المعيوف وعلي البليهي هيعودوا خلال 48 ساعة القادمة لصفوف الفريق، وتحديدا التدريبات الجماعية للفريق، بعد ما كانوا يعني تم يعني الإعلان على أن هم بيشتكوا من بعض الآلام العضلية. وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعبين واللاعبان قاموا بالجري حوالين الملعب بتدريبات خفيفة في الأيام الماضية. كمان خلينا نقول ان ده ضمن استعدادات فريق الهلال لمواجهة الباطن يوم الجمعة المقبل عفوا في الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي. اما بقى اخبارنا العالمية من سكاي نيوز، كلوب غاضب بشدة بعد الهزيمة ويسخر من مانشستر يونايتد. هزيمة مفاجأة تلقاها طبعا يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أمس على أمام نظيره ساوثهامبتون بهدف دون رد. يمكن طبعا احنا عارفين أنه ليفربول حامل اللقب، وكان الخسارة مفاجأة بشكل كبير جدا سواء لجمهور الكرة الإنجليزية أو طبعا عندنا في مصر جميع محبين ومتابعي النجم المصري محمد صلاح. يورجن كلوب في تصريحاته عقب المباراة يعني انتقد أداء لاعبيه بصورة كبيرة جدا في مباراة أمس، وقال أن هم لم ينفذوا أو لم يتم تنفيذ التعليمات الفنية اللي منحها المدير الفني للاعبين قبل وأثناء المباراة. كمان يورجن كلوب سخر من مانشستر يونايتد وقال انه بيحصل على ركلات جزاء في اخر سنتين بمعدل كبير جدا، وقال انه يمكن بيحصل على ركلات جزاء في سنتين اكتر من 5 سنين قضاهم يورجن كلوب في قياده ليفربول، وقال انه طبعا يعني لازال المنافسه في الملعب. كمان خلينا نفكركم ان ليفربول متصدر جدول الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطه بعد خوض 17 مباراه، ويليه مانشستر يونايتد بنفس عدد النقاط 33 نقطة ولكن بعد ما خاض 16 مباراة. ومن موقع روسيا اليوم، إنجز يعلق على بكاء مدربه بعد الإطاحة بليفربول. علق اللاعب داني إنجز لاعب ساوثهامبتون وصاحب الهدف الوحيد مساء في المباراة اللي أقيمت طبعا زي ما قلنا لكم مساء أمس في إطار الجولة 17 من بطولة الدوري الإنجليزي، وقال إنه حماس المدير الفني رالف هازنهوتل يعني كان خلف الملعب خلف يعني على الخط هو اللي كان السبب في تحقيق هذا الفوز. ومن جانبه قال هازنهوتل إنه الأداء الدفاعي للاعبيه هو اللي قدر يحقق بيه الثلاث نقاط على حساب يورجن كلوب. وأخيرا من روسيا اليوم أيضا، بخلاف ما قام به ميسي مع ميسي، رد فعل غير متوقع لبيليه بعد تخطي رونالدو رقمه القياسي. فاجأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه محبيه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي بتعديل عبارة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وذكر فيها وقال أنه أفضل هداف في كل العصور برصيد 1283 هدف، وده يمكن يعني ما كانش مر 24 ساعة على تخطي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للرقم القياسي للأسطورة البرازيلية بيليه برصيد 758 هدف في
يحتل المركز الثاني ويتراجع بليه ب 757 هدف الى المركز الثالث. يمكن كان ميسي بعد ما تخطى بليه في العام الماضي بليه هنأه وشكره، وده اللي يمكن روسيا اليوم يعني سلطت الضوء عليه، انه اداء يعني بليه ما كانش بنفس القدر مع رونالدو زي ما شكر وهنأ ميسي على يعني تخطيه لرقمه القياسي. كمان خلينا نفكركم انه الرقم القياسي لبليه 1283 هدف، ده في جميع المباريات، ولكن رونالدو تخطى بليه ب 758 هدف في المباريات الرسمية. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. وإحنا كمان نشكرك جدا أنا وكريم نورهان، وإن شاء الله نشوفك قريب بإذن الله. شكرا لك. طيب كده الأخبار، إحنا مستمرين أكيد، أخبارنا في الفقرة دي خلصت، هنروح فاصل سريع أنا وكريم ونرجع نكمل مع حضراتكم. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية في 10 الصبح في الأهلي، لسه أخبارنا مع حضراتكم لم تنتهي بعد، وكذلك تقاريرنا وموضوعات كتير هنتكلم مع حضراتكم. طبعا بطبيعة الحال جزء كبير منها هيكون ليه علاقة بمباراة النهاردة إن شاء الله بين الأهلي وسوني داب. طبعا كل زملائنا المراسلين الأعزاء مراسلي قناة النادي الأهلي عادة بيعيشونا كل الأجواء وبيعرفونا على تفاصيل كل لحظة في يوم المباراة، ولكن تعالوا نتعرف بحضراتكم على يعني تفاصيل أكثر دقة، وتحديدا نحضر معاكم لحظات الإفطار، إفطار لاعبي النادي الأهلي من داخل فندق الإقامة. نشوف معاكم هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. طبعا احنا تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم في قناة الأهلي حول طبعا الكواليس وطبعا الماتش، وبعد كده الاستوديو التحليلي طبعا مع كابتن أيمن شوقي. وزي ما كان كابتن عادل مصطفى بيتكلم في المداخلة، أكيد ربما البعض من الناس يقولوا الماتش يعني محسوم إلى حد ما، ولكن برضو بيبقى الأمر عند الجهاز الفني وعند اللعيبة وعند الفريق. لا، احنا بنلعب بكل جهد، بنلعب بكل طاقتنا، لأن إن شاء الله برضو احنا بنسعى للفوز مش بنسعى لأي حاجة تانية. فخلينا كمان ناخد توقعات ونتكلم اكتر مع كابتن محمد عامر نجم الاهلي السابق ومعانا على التليفون. يا كابتن في البدايه بصبح على حضرتك، صباح الفل. صباح الفل، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويبقى يوم جميل علينا ان شاء الله. يا رب دايما. والاهلي حقيقي الفتره اللي فاتت هو على طول، بس تحديدا كمان الفتره اللي فاتت اسعدنا كتير جدا. خليني بقى اروح مع حضرتك كده، ازاي ممكن نقول الماتش ده ماتش الاياب يكون يفرق من وجهه نظر حضرتك من ناحيه الاداء والنتيجه عن ماتش الاياب؟ اتفضل يا فندم. بص حضرتك، هو النادي الاهلي دايما بيعمل حسابه في كل شيء، حتى لو كسبان بره، حتى لو حسم الامر في مباراه الذهاب. النادي الاهلي ما بيستهينش بفريق، خاصه ان هو النهارده النادي الاهلي يعني بقى متوج على طول بالبطوله الافريقيه، وعشان يحافظ على هذه البطوله لازم يهتم ولازم يحترم كل الخصوم سواء كان ضعيف او قوي. صح. فالنهارده كون ان هو كسبان بره 1-0 في مباراه الذهاب، ده لا يعني ان المباراه حسمت. طبعا المباراه لم تحسم. خلي بالك الاجواء الافريقيه، احنا لعبنا كتير في بطوله افريقيا، الاجواء الافريقيه في بنروح بلاد فيها درجه الرطوبه عاليه جدا، ما بتقدريش تتنفسي، ما بتقدريش تاخدي اكسجين. الفرقه الافريقيه بتيجي مصر بتلاقي اجواء مناسبه بالنسبه لها، بيعرف يجري كويس، الاكسجين عندنا هنا زي ما بيقولوا بالزوفه. فيعني الملعب حتى مختلف يا كابتن محمد، يعني الملعب ده شفت الملعب اللي النادي الاهلي كان بيلعب فيه؟ يعني ايوه طبعا. احنا لما نقول عليه غيط يبقى احنا بنشتم الغيط. فطبعا بيجي في اجواء وبعدين المدربين بتوعهم، المدربين الفنيين بيبقوا عندهم امل كبير جدا ان هم يكسبوا، يعني برغم ان هم خسرانين 1-0 هناك، بيقول للاعيبته احنا هنروح وهنكسب وهنكسب النادي الاهلي، وبيحمس لاعيبته، فاللعيبه بتطلع كل طاقتها. فكل دوت بينعكس على اداء اللعيبه في الملعب، والنادي الاهلي مطالب ان هو يواجه كل هذه الطاقات بكل قوه عشان يعدي الدور ويروح دور ال 16. نتمنى ذلك. يعني حضرتك بتتوقع طيب من ناحيه هنا الاداء بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا، لو هنتكلم بين الذهاب والاياب، هل حضرتك بتتوقع برضو نفس الروح الهجوميه في البدايه رغم طبعا الغيابات المختلفه الموجوده، واللي اكد عليها موسيماني في المؤتمر الصحفي ان هو لا يأبه يعني للغيابات المختلفه، الاهلي بمن حضر؟ الغيابات دي موجوده في حتى في الدوري، وعمليه الروتيشن بين اللعيبه
وبتحصل بشكل كبير جدا، وكل اللعيبه حافظه ازاي بينزل الملعب كل واحد، لو غاب كهربا بيخش غيره. النهارده هيرجع كهربا، انا شايف ان هيرجع كهربا ان شاء الله، وقفشه هيرجعوا، بس الشناوي برضه هيكون لو ما رجعش برضه هيبقى، لكن علي لطفي موجود بشكل كبير جدا. عمليه الروتيشن موجوده، موسيماني بيعملها بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي بيعرف ازاي يجهز اللعيبه البديله، فما بنحسش بالفرق. فالنهارده النادي الاهلي باذن الله هيقابل الفريق ده بكل قوه باذن الله، واعتقد ان احنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنكسب اكثر من 2. هايل، انا توقعت 3-1 وكريم توقع 3-0، خلينا نشوف كده، ويا رب يكون ازيد كمان يعني ان شاء الله باذن الله. نشكرك جدا كابتن محمد عامر، شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك. طيب احنا اخبارنا وموضوعاتنا لم تنتهي بعد، المزيد منها هيكون في الطريق لكل حضراتكم، بمجرد العوده من هذا الفاصل، فاصل وعوده ل 10 الصبح في الاهلي. اتفضل يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، قلنا لكم ان لسه اخبارنا ولا تقاريرنا خلصت، احنا لسه جاهزين معاكم يعني مجموعه كبيره من الاخبار والتقارير. هنشوف معاكم دلوقتي تقرير عن مباراه النهارده بين الاهلي وسونيداد، نتفرج عليه ونرجع نكمل. اتفضل. طيب خلينا بقى نروح بما ان احنا بنتكلم عن مباراه اليوم، نشوف كده تصريحات كابتن محمد بشار هو المدير الفني لفريق سونيداد، ونرجع نكمل. It is a very great honor for us. ده حلم أصبح حقيقة لينا إن إحنا نواجه فريق النادي الأهلي، طبعا يعني شرف كبير لكل فرق القارة إن هم يواجهوا فريق زي فريق النادي الأهلي، ويمكن هو ده بمثابة حلم إن هو كان نفسه طول حياته إن هو يواجه فريق النادي الأهلي، ودلوقتي خلاص إن شاء الله بكرة هيقدر يحقق حلم. Face an Al Ahly is a great honor for us. إن شاء الله. We prepare very well. احنا طول عمرنا بنشوف النادي الاهلي في التلفزيون وطبعا بنسمع عنه، لكن احنا خلاص اتحطينا ان احنا هنواجه النادي الاهلي، فدي يعني زي اكسبيرينس او خبره جديده هنقوم بيها، وان شاء الله كل التوفيق. تعالوا بقى نشوف الجمهور شايف مباراه النهارده هتمشي ازاي وهتكون نتيجتها النهائيه ايه. هنشوف معاكم هذا التقرير لتوقعات الجماهير لنتيجه مباراه الاهلي وسونيداد، ونرجع نكمل. اللقاء ان شاء الله تكون 2-1 نتيجه اللقاء، وان شاء الله اداء افضل من الماتش اللي فات. ان شاء الله نتيجه اللقاء باذن الله انا شايف ان هي هتبقى 7-0 ان شاء الله باذن الله، لان ارضيه الملعب المره اللي فاتت ما كانتش مظبوطه وما كانتش كويسه، فما اللعيبه عندنا ما قدرتش تادي خالص. يعني اتوقع قفشه هيبقى له دور لان هو ان شاء الله راجع، وكهربا هيبقى له دور برضه اللي هو راجع بالسلامه ان شاء الله. شايف المباراه ان شاء الله مش صعبه قوي، وفي هناك احنا كسبنا 1-0، هنا اتوقع 2-0 منهم على الاقل جول لمحمد شريف، ممكن جول للسوليه كمان. احنا كسبنا في الذهاب 1-0، ان شاء الله نكسب 2 في العوده هنا، لانه احنا ابطال افريقيا والجمهور مش بيشبع بطولات، اللعيبه عارفه ده كويس، فربنا يوفق ان شاء الله. يعني ممكن يكون 3-1 او 2-0. ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب، لان هو ده المتوقع من النادي الاهلي اللي احنا عارفينه عنه كله، هو باذن الله بس ربنا يبعد عنهم الاصابات، وباذن الله ان شاء الله باذن واحد احد يعني 3-0 باذن الله النادي الاهلي. الاهلي هنا يلعب مستريح، يعني ما فيش اي مشكله بالنسبه له، ولو كان الملعب هناك يعني كان بالنسبه للاهلي كان كويس كان الاهلي يكسب اكتر من 1-0، لكن هنا بالنسبه للاهلي المباراه محسومه. ان شاء الله اتوقع الاهلي الفوز باذن الله، وربنا يوفقهم، وان شاء الله النتيجه جيده، اتوقع انها تبقى 3-1. اتوقع ان هي تبقى 3-0، وان شاء الله كهربا يجيب جول فيها. يمكن تابعنا دلوقتي اراء مختلفه او توقعات مختلفه من بعض الجمهور، الجمهور بقى اللي على السوشيال ميديا يمكن توقعاته اعلى شويه، زي ما انا وكريم قرينا بعض التوقعات يعني بيتكلموا من 5-0 لاعلى من كده. خلينا نبدا بيسري عبده، بيقول لما طرحنا السؤال بيقول ان شاء الله الاهلي هيعمل رقم قياسي وهيكون اكبر فوز في مباريات بطوله افريقيا، وسجل يا كريم انت ونهاوند، ده يمكن اللي اراه برده كريم من شويه. ومعانا برده طه الجبالي بيقول 4، صح كده؟ صح جدا. ومحمد رمضان بيقول شكلها كده هتبقى مهرجان اهداف، 7-0 وانت طالع، وممكن المباراه تنتهي بنتيجه 9-0. وابراهيم حسين بيقول 3-0 ان شاء الله. سمير ارمانيوس بيقول 4-0، برضو احمد جيكا 4-0، انجينير احمد بيقول 5-0 للكيان. وابراهيم محمد بيقول ان شاء الله الاهلي 3-0. عمر ابو عامر 5-0 للاهلي، عماد العمده 3 مقابل لا شيء، محمد امين 0 ان شاء الله، ايه
5-0 ان شاء الله. انا بس عايز اسال حاجه، انت ملاحظ ان مفيش اي حد قال في جول هيدخل في الاهلي؟ لا، وكله محدش قال حتى 1-0 ولا 2-0، كله من اول 3 وانت طالع. محروس عماشه بيقول 3-0 للنادي الاهلي، خالد مسعد بيقول 6، لا والله 6-1 6-1 للنادي الاهلي، ونصر رضا بيقول 5-0 للاهلي، اشرف ابراهيم ان شاء الله 3-0، احمد يسري 6-0 تمام، مصطفى اسامه قنوع بيقول 2-0 للنادي الاهلي، وياسر عبد الرحيم بيقول الاهلي 3 ان شاء الله. برضه توقعات يعني اعتقد متشابهه، عبد الرحمن مصطفى 3-0 للاهلي، رشا محمد شاكر 3-0 للاهلي، وحسن جمال 4-0. رجعنا بقى تاني للارقام الكبيره، اسامه عامر بيقول ان شاء الله 6-0 للاهلي، عماد حسن ان شاء الله 4-0 باذن الله، وعبد الله سعيد بيقول ان شاء الله 5 للاهلي او 4-0. والله احنا عايزين بعد كده نعمل الفقره دي بجوائز، يعني اللي يتوقع صح فعلا يبقى عنده او نديله جايزه. كريم السيد عمار 4-0 للاهلي باذن الله، وان شاء الله الماتش يخلص ما يكونش فيه اي اصابات، دي نقطه مهمه جدا. العشره اهلي، مؤمن رمضان ان شاء الله 3-1 للاهلي، واحمد عبد الجليل بيقول ثلاثيه للاهلي بطل افريقيا ونادي القرن على اقل تقدير، هيكون في حفله اهداف باذن الله. محمد طارق 5 للنادي الاهلي، وكمان اتكلم مين اللي هيجيب الاجوال، يعني محمد شريف 2، كهربا 2، وقفشه جول، بدوي خليل بيقول 5-0 للاهلي، مصطفى الطحاوي 7-0 للاهلي، وخد سكرين حاضر. حسين عارف بيقول الاهلي ان شاء الله هيكسب، واللي هيجيب الاهداف محمد شريف وكهربا وطاهر. برضو في هنا الى حد كبير يعني حاجات او توقعات كومن متشابهه، ابراهيم خليفه 4-0 باذن الله للنادي الافريقي، ثروت رفعت 2-0 للاهلي، هاني طلب 4-0 للاهلي، نور الدين الازهري 3-0، ودوما كيلر 4-0 للاهلي، مصطفى سمير 3-0، ناير مقبل 2-0، ومش عارفه دي حسين عارف يا رب حسين. الاهلي يفوز ب، انا مش عارفه اقرا بصراحه الخط هنا مش واضح، شوف لنا يا اخ كريم كده بثنائيه. ثنائيه اوكي، اثنين يعني تمام بثنائيه. احمد اسامه بيقول 6-0 للاهلي، وميدو محمد قايل 5-0 للنادي الاهلي. سريعا محمد وجيه برضو 3-0، ابو يوسف فوز اهلي 5-0، محمد ابو العلين 5-0، سمير سويلم ابو مريم ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي، وزومه حازم العبادي بيقول 4-0 للنادي. يعني التوقعات نقدر نقول اللي كانت الاكثريه في التوقعات بتاعت حضراتكم المرسله، يعني 3-4 و5، يمكن هو ده اكتر توقعات حضراتكم بعتوها. برضو هنرجع نقول انا بقول 3-1، كريم بيقول 3-0، مش بعيد قوي عن توقعات حضراتكم. على كل حال احنا حتى لو كان كام احنا بنتمنى الفوز لفريقنا، كل التوفيق ان شاء الله للرجاله النهارده وفي كل المباريات الجايه، واثقين فيكم باذن الله تقدموا كمان ماتش جميل جدا ومحترم. شكرا ليك يا كريم، ساعات ونعرف مين توقعاته صح ومين مش مظبوط. انا بشكرك انا هواند، وبشكر اكيد كل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده، ان شاء الله كلنا نسعد ونتابع مباراه قويه للنادي الاهلي، وباذن الرحمن تنتهي بفوز النادي الاهلي، وكلنا نسعد بده اكيد. نشكركم على حسن المتابعه.